اهلا بحضراتكم ونبتدي معاكم جوله سريعه بين ابرز تطورات الاخبار. نبتدي بتوزيع القوات المسلحه الحصه الرابعه من العبوات الغذائيه المخفضه اللي بدات بالفعل بواقع 1,000,000 عبوه جديده في مختلف محافظات الجمهوريه. هذا التوزيع بيأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية بهدف توفير الاحتياجات الأساسية من السلع التموينية والمواد الغذائية بسعر مخفض. هنشوف المزيد في هذا التقرير. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدأت القوات المسلحة في توزيع الحصة الرابعة من العبوات الغذائية المخفضة بواقع 1,000,000 عبوة جديدة في مختلف محافظات الجمهورية بهدف توفير الاحتياجات الأساسية من السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن مخطط لطرح 8 ملايين عبوة تموينية. وطبقا لأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة، تم التنسيق بين الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تدخل في نطاق مسؤولياتها لتنظيم وتحديد نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة وتسيير أسطول من السيارات المجهزة للمناطق الأكثر احتياجاً، خاصة في المناطق النائية، ووصول العبوات إلى أكبر قدر من المستحقين على مستوى الجمهورية، وقد أشاد بذلك العديد من المواطنين. طبعا احنا بالنسبه للكرتونه دي بتوفر لنا توفير جامد، ما هي كرتونه بتعدي ال 50 جنيه انا باخدها 25 جنيه، ده من سيد رئيس الجمهوريه، ربنا يبارك له يعني، وربنا يخليه لنا ويحفظه لنا ويحافظ لنا على البلد الحمد لله رب العالمين يعني. فطبعا النهارده اذا الزيت مثلا باخدها النهارده الكرتونه باخدها ب 25 هتوفر معايا النهارده 65 جنيه، طبعا قوات المسلحه طبعا هي اللي بتشرف عليها، فطبعا تلاقي حاجه نظيفه وحاجه جميله والوزن طبعا حاجه حلوه. بره ولا 70 جنيه وهنا دلوقتي في الجيش ب 25 جنيه. يعني كتر خير الدولة وكتر خير الجيش. مبسوط عشان بالغلاب، احنا غلاب بتفك كربنا دي، بتفك كربنا يعني، عامله لنا كتير يعني، ازازه الزيت فيها به ولا كيلو السكر. الحمد لله ربنا يخلي لنا السيسي يا رب ويخلي الشعب ويحمي مصر. يعني كرتونه محتوياتها جميله جدا وب 25 جنيه. القوات المسلحه دايما للعطاء والجوده وبتدينا دايما كل حاجه، ده طبعا منتظرين منها اكتر واكتر من كده. بقى مكرونه وسكر ورز وزيت وشاي، واخده بال حضرتك، وفيها صلصه، يعني الحاجات دي موفره معانا كتير قوي عن بره. يعني تحيا مصر، فعلا تحيا مصر. سعر الكرتونه واخدها ب 25 جنيه، لو اجيبها من بره ب 75 جنيه. اللي هو كتر خيره بصراحه، هو يعمل ايه ولا ايه؟ ده خد البلد زي ما يكون واحد خد بلد متداينه وبيسد فيها حبه حبه، كتر خيره بصراحه. انت بيكون عليك دين بيسد واحده واحده وبتتعب، هو كتر خيره برضك. احنا حسبناها طلع ب 70 جنيه، بناخدها ب 25 في ازاز الزيت كيلو سكر، وبتنفع يعني في البيت، احنا زي ما بنلاقيش بره. جميله طبعا في ظل الغلا اللي احنا فيه، الحمد لله يعني ان في حاجه بتخفف عن الناس. تحيا مصر، احنا ما لناش غيرهم سندنا يعني، في الغلا وفي الرخص وفي الحرب وفي السلم سندنا في كل حاجه، الحمد لله على وجودهم. حاجه موفره وسلع كويسه، انا جربتها قبل كده، حاجه اخر جوده مفيش بعد كده. تحيا مصر طبعا، احنا لنا غيرها. كما شهدت نقاط التوزيع إقبالا لافتا من الجماهير لشراء العبوات التي يتم طرحها بنصف ثمن التكلفة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة ومؤسساتها المختلفة للمعاونة في تخفيف العبء عن كاهل أبناء الشعب المصري. نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تردد عن خفض حصة الخبز المدعم للفرد من 5 أرغفة يوميا إلى 3 أرغفة، وأكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن عدد الأرغفة المقررة للمواطن سيظل كما هو 5 أرغفة بمعدل 150 رغيف شهريا. أيضا أكد المصلحي استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة وعدم حدوث أي خلل بها، مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر وفي أي وقت وطوال اليوم. أيضا الوزارة، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتناشد المواطنين، جميع المواطنين، في حالة وجود أي شكاوى في أي محافظة من محافظات الجمهورية بيرجى الإبلاغ عن هذه المخالفة أو الشكوى من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية على الرقم 19280 أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.
بحث وزير التجارة طارق قبيل مع نظيرته الأسبانية ماريا لويزا سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. كان الجانبان قد شهد انطلاق ملتقى الشراكة متعددة الأطراف بين مصر وأسبانيا بمشاركة مسؤولين في 25 شركة إسبانية. هنشوف المزيد في هذا التقرير. تأكيدا على نتائج الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي لأسبانيا، افتتح وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل منتدى الأعمال المصري الأسباني بحضور عدد كبير من الشركات المصرية والأسبانية، حيث تحتل أسبانيا المرتبة 15 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تقدر بنحو 972 مليون يورو. الصادرات المصرية زادت يمكن العام الماضي حوالي 40% لأسبانيا، فدي طبعا أرقام أعتقد أنه مشجعة نقدر نزودها أكثر. الوزيرة الأسبانية جات معها وفد من رجال الأعمال ومن أكبر الشركات الأسبانية، يعني يمكن زي ما بتشوفوا أن هذه الشركات وهذه الوفود اللي بتيجي ده بيدل على انه ان احنا ماشيين في الاتجاه الصح. احنا ما كانش ينفع ندعو المستثمرين للاستثمار في مصر واحنا عندنا عجز في الطاقه، فحصل تطوير لمنظومه الطاقه وبقى عندنا فائض في صوره اعجازيه في السنتين اللي فاتوا. ما كانش ينفع ان احنا ندعو المستثمرين ونقول لهم احنا سوق كبير فيه 90 مليون واحنا مش رابطين الطرق ببعض والمحافظات ببعض. ياتي انعقاد المنتدى في وقت تتبنى فيه الحكومه مشروعات ضخمه مثل مشروع تنميه محور قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان والمشروع القومي للطرق، وما يؤكد على التزام الحكومة في دعم القطاع الخاص والاهتمام بالبنية التحتية وتذليل العقبات أمام المستثمرين. إن البرنامج الثنائي التجاري بين البلدين والذي تم تدشينه عام 1998 سمح بإيجاد حلول لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية ومعالجة المياه. وبحسب أحدث الإحصائيات فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ قرابة 1.9 مليار يورو عام 2016 مقارنة ب 1.6 مليار يورو عام 2015. عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري هو الهدف الأساسي من انعقاد منتدى الأعمال المصري الأسباني، خاصة في قطاعات تهم المواطن المصري كالطاقة المتجددة والزراعة والنقل والبنية التحتية. من مقر انعقاد المنتدى، أشرف مبارك، النيل. ونروح للتعرف على حال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القادمة مع أستاذة أمال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير أستاذة أمال. أهلا. صباح الخير أستاذة منى والأستاذ شهاب والأستاذة المشاهدين. هل في أي مؤشرات مختلفة عن حالة الطقس اللي كانت موجودة بالأمس؟ احنا ملاحظين تحسن ملحوظ وارتفاع في درجة الحرارة. بالفعل زي ما حضرتك بتقولي احنا فعلا في طقس مائل للدفء على السواحل الشماليه والوجه البحري والقاهره، وبيكون دافئ على شمال الصعيد الفيوم والمنيا وحتى اسيوط، وبيكون مائل للحراره على جنوب البلاد نهارا، لكن طبعا بيكون شديد البروده اثناء الليل. في سحب منخفضه ومتوسطه هتكون موجوده على شمال البلاد، في رؤيه منخفضه بسبب الشبوره المائيه في الصباح على السواحل الشماليه وعلى الوجه البحري والقاهره وعلى مدن القناه، وبتصل حتى وسط سيناء وشمال الصعيد ايضا. في رياح خفيفة إلى معتدلة وبتنشط على خليج السويس والبحر المتوسط وغرب البلاد، بتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. لكن إحنا بنحب ننوه على أن من بكرة الأربع والخميس إن شاء الله هنشعر بارتفاع في درجات الحرارة عشان يسوء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة، وبيصل حتى جنوب البلاد وبتنشط الرياح على غرب البلاد. يعني بنبدا بكره من غرب البلاد السلوم ومن مطروح رمال مثيره، نشاط رياح هتكون مثيره للرمال والاتربه وبتصل لحد العاصفه وبتؤدي الى اضطراب الملاحه البحريه. دي في غرب الجمهوريه بس ولا هتمتد الى القاهره والدلتا؟ لا، هتكون في غرب البلاد، ويوم الخميس هتمتد لتشمل القاهره يوم الخميس باذن الله. فنحب ننوه عليها ان هيكون نشاط الرياح من هيبدا بكره من غرب البلاد، ويوم الخميس هيمتد ويخش على بقيه الجمهوريه وهيصل الى القاهره في نشاط الرياح مثير لرمال الاتربه. و هيستمر معانا قد ايه يا استاذه ايمان لما يدخل يوم الخميس؟
احنا متوقعين بدايته في يوم الاربع من الغرب ويستمر معانا يوم الخميس، وان شاء الله يوم الجمعه برضو هنشعر بقى بانخفاض في درجات الحراره، لكن برضو هيكون في نشاط للرياح مع احتماليه سقوط امطار بس هو من الجمعه. احنا ممكن نتوقع انخفاض شديد في درجات الحراره، يعني لسه وارد انه يبقى في تباين كبير قوي، يعني الشتاء يبقى لسه بقوته في الفتره الجايه، ولا هيبقى في برضو حد ادنى للانخفاض؟ يعني احنا النهارده بنتوقع للقاهره 21، بكره بنتوقع لها 26، يوم الخميس بنتوقع لها 29، وبتنخفض من يوم السبت. فطبعا احنا ده كله طبيعي لان احنا نعتبر في فصل انتقالي او في فتره انتقاليه ما بين الشتاء وما بين فصل الربيع، فده طبيعي جدا في تصارع ما بين الكتلتين البارده ايام الشتاء واللي فيها 50 وارتفاع في الحراره في الربيع. تمام. احنا بنشكر حضرتك استاذه امال حنفي رئيس الاداره المركزيه للتحليل والتنبؤات. تشارك فرنسا في معرض باتي مات للبناء اللي بيقام للمره الاولى في مصر في الفتره من 9 وحتى 11 مارس من هذا العام. المعرض بيهدف اللي بيعتبر المرجعيه في مجال البناء في اوروبا وافريقيا الغربيه، ويتم اقامته كل عامين في باريس، بيهدف في نسخته المصريه الى انه يكون أيضا بنفس المرجعية بالنسبة لمصر والشرق الأوسط وأفريقيا. بيضم الجناح الفرنسي المشارك في المعرض أعضاء نادي المدينة المستدامة الذي يضم 23 شركة فرنسية بتعمل في مصر، وأيضا أعضاء من سفارة فرنسا في القاهرة. بيسعى نادي المدينة المستدامة الذي تم إنشاؤه في ديسمبر 2016 بمساعدة السلطات الفرنسية إلى تعزيز وتسويق الخبرة الفرنسية في مجال المدن المستدامة، حيث تضع الشركات في هذا النادي حلولا حقيقية للإجابة على التحديات التي تواجه مصر في مجال التنمية الحضرية وبناء وحدات سكنية مستدامة وبتكلفة مناسبة وعرض خدمات توزيع وشبكات ذات تقنية عالية مع الحفاظ على البيئة، فضلا عن تقديم تعريف لحلول فعالة للنقل وتدريب الأيدي العاملة لتعزيز قوة الإنتاج المصري. بيهدف المؤتمر أيضا إلى تعريف الشركات المصرية والأجنبية العاملة في قطاع مواد البناء بحجم المشاريع المقامة في مصر، وأيضا إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات القومية الكبرى، إلى جانب تشجيع الشركاء الأجانب على الدخول في مشروعات مشتركة أو ضخ استثمارات مباشرة في السوق المصرية في ظل ظروف اقتصادية مستقرة ومشجعة على جذب المزيد من المستثمرين. عفوا، أعلن البنك المركزي المصري أنه تم أمس الاتفاق على قيام البنوك العامة الثلاث، البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، بتدبير الريال السعودي المطلوب لتغطية نفقات كافة شركات السياحة الخاصة ببرنامج موسم العمرة، عمرة رجب وشعبان ورمضان لهذا العام، واللي بتقدر بحوالي 700 مليون ريال سعودي، تيسيرا على تلك الشركات وعلى المعتمرين بالالتزام بحجز تلك الرحلات بالجنيه المصري. أيضا البنك المركزي قال في بيان له أمس إن البنوك الثلاثة ستكون مستعدة أيضا لتوفير مبلغ 1000 ريال سعودي لكل معتمر شريطة تقديم تأشيرة السفر وحجز الطيران. ووضح البنك أنه سيتم عقد اجتماع خلال الشهر الجاري للاتفاق على الآلية المناسبة لموسم الحج. تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة استثنائيا حتى غد الأربعاء. هذه الخطوة بتأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للسماح بعبور الحالات الإنسانية والمرضية والطلاب في الاتجاهين. هنشوف المزيد في سياق هذا التقرير. في الصالة الخارجية من معبر رفح البري ينتظر المئات من المسافرين الفلسطينيين انتهاء إجراءاتهم للسماح لهم بالسفر. 3 أيام من فتح المعبر من شأنها التخفيف من حدة المعاناة المتعلقة بالتنقل
والسفر. فمع إعلان فتح معبر رفح البري توافد مئات الفلسطينيين المسجلين للسفر للالتحاق بالحافلات المخصصة للتنقل عبر الحدود الفلسطينية المصرية. الحاج جواد وزوجته ينتظران هنا لإنهاء إجراءاتهم، حيث يسافران للقاء أبنائهم بالخارج واستكمالا لرحلة علاج طويلة. أنا جيت عملت علاج هنا واستفدت عليه، ورايح أكمل علاجي عندي أولادي برضه، وأتمنى للمعابر يكون أسهل وأسهل وأسهل. معبر رفح مهم جدا إلنا ولغيرنا يعني وللجميع، زي ما أنا شايفة يعني الناس والمرضى والعيانين وأطفال، يعني بنتمنى انه يصير دائما ان شاء الله مفتوح مع بالرفح. احمد عبدي. الطلبه المسجلين بالجامعات في الخارج لهم الاولويه للسفر، بالاضافه للمرضى وحمله الوثائق الاجنبيه والحالات الانسانيه. وخلال ايام عمل المعبر يتمكن الفلسطينيون بالخارج من العوده الى القطاع. نرى ان هذا اليوم يسير بشكل جيد، نشكر السلطات المصريه على اتخاذ قرار فتح المعبر لهذا اليوم، ونريد ان نثمن ايضا عاليا اتخاذها ان شاء الله في المستقبل تسهيلات أكثر لسكان قطاع غزة. ويعاني سكان غزة من حصار خانق تفرضه إسرائيل، حيث تمنع أهالي غزة من التنقل بين الضفة الغربية والقطاع، ليأتي فتح المعبر على نحو استثنائي ليخفف من وطأة الإجراءات الإسرائيلية المكبلة لحرية الحركة والسفر. ماجد شبلاق للنيل، غزة، فلسطين. أكد وزير السياحة يحيى راشد أهمية مشاركة مصر في بورصة برلين هذا العام، واللي بتنطلق غدا الأربعاء بمشاركة 187 دولة حول العالم. البورصة، بورصة السياحة برلين، هي أكبر سوق سياحي على مستوى العالم، وتقام في دورتها 51، وبتستقبل زائريها في الفترة من 8 وحتى 12 مارس الحالي. بتعتبر السياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء من أهم المقاصد السياحية التي تطلع بها مصر هذا العام، وهو ما أكد عليه دكتور جمال مصطفى الجراح والعالم الطبي المتخصص الذي سيلقي محاضرة في برلين حول السياحة العلاجية على هامش فعاليات بورصة السياحة في برلين. الوزير قال في تصريح له بأنه تمت دعوته لإلقاء محاضرة حول السياحة العلاجية في مصر، مشيرا إلى أنه سيطرح البحث الخاص به في محاضرة بعنوان التجربة المصرية الناجحة لعلاج الالتهاب الكبدي الوبائي ألف من الناحيتين الصحية والاقتصادية، والتخطيط للاستفادة من ذلك في السياحة العلاجية، خصوصا بعد زيارة اللاعب العالمي ميسي للقاهرة. من جانبه قال السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا إن زيارة المستشارة الألمانية ميركل سيكون لها عظيم الأثر على السياحة الألمانية إلى مصر، وهي تحمل رسالة مفادها أن مصر مستقرة وآمنة ومقصد سياحي متميز. ويتوقع وزير السياحة استعادة الحركة السياحية الألمانية بصورة شبه طبيعية بدءا من الصيف القادم، مع عودة العديد من شركات الطيران الألمانية لرحلتها إلى مصر، ووضع شركات السياحة الألمانية مصر ضمن برامجها في الصيف المقبل. حصل المقصد السياحي المصري في السوق الصينية على لقب أروع موقع سياحي بالنسبة للمسافرين من الصين في عام 2016، وتم اختيار مدينة القاهرة للحصول على هذا اللقب خلال تصويت في استفتاء أجراه أكبر المواقع الصينية للسفر والحجوزات خلال شهر فبراير الماضي، وشارك فيه حوالي 7 ملايين شخص. بتعد هذه الجائزة هي واحدة من ضمن عدد من الجوائز التي حصل عليها المقصد السياحي المصري خلال عامي 2015 و2016، بدوره نوه المستشار السياحي المصري في بكين بزيادة حركة الطيران الناقلة بين مصر والصين والتسهيلات المقدمة بالنسبة للتأشيرات السياحية للسائحين الصينيين. بيأتي هذا بينما احتلت السوق الصينية الترتيب العاشر ضمن أكبر 10 أسواق مصدرة للسياحة إلى مصر في عام 2016، كما أنها احتلت الترتيب الرابع من حيث أعداد السائحين. وزي ما تعرفنا على حالة الطقس، ودي من ضرورات ساعات الصباح الأولى، أيضا نتعرف على حالة شوارع القاهرة والمرور في أول اليوم. ومعانا العقيد عماد حماد مدير إدارة الإعلام بالإدارة العامة للمرور. صباح الخير يا فندم. طيب على حضراتكم والسادة المشاهدين جميعا. هل ممكن تدينا فكرة عن يعني حال شوارع القاهرة؟ احنا عارفين طبعا ان لسه اليوم في بدايته، ممكن ما يكونش فيه تكدس حصل،
لكن هل في أي تحويلات مرورية، اختناقات متوقعة في أماكن بعينها؟ لا الحمد لله حتى الآن احنا ما دخلناش في فترة ذروة الكثافة الفترة الصباحية. كافة محاور القاهرة الحمد لله تعمل بشكل جيد، مداخل ومخارج القاهرة أيضا تعمل بشكل جيد حتى الآن باستثناء المدخل الشمالي القادم من مناطق الأليوبات تجاه القاهرة، ده نتيجة الأعمال الخاصة بإنشاء محور رياض الفرج الجديد في كثافة في المنطقة ديت حتى مستشفى معهد ناصر. أما باقي محور الكورنيش لا زال يعمل بشكل جيد حتى الآن في القادم والمتجه إلى مناطق المعادي. عندنا أيضا بدأت تظهر كثافة في كوبري 15 مايو القادم من الجيزة اتجاه القاهرة، عشان كده النصيحة اليومية اللي احنا بنقولها من خلال حضراتكم يوميا القادم مناطق الجيزة اتجاه القاهرة، تجنب فترة الذروة والكثافة، تجنب كوبري 15 مايو أو كوبري عباس، ويتم السلوك يا إما كوبري السوبر يا إما كوبري الجلاء أو كوبري الجامعة اتجاه مناطق القاهرة، ده هيكون أفضل من كوبري 15 مايو وكوبري عباس في أوقات الذروة أو أوقات الكثافة. عندنا محور صلاح سالم يعمل بشكل جيد حتى الآن في القادم والمتجه. عندنا فقط منطقة التجميع اللي هي منطقة الأجهزة الخاصة بأتوبيسات الإنزال الموظفين في منطقة الأجهزة اللي موجودة على صلاح. مساء الأزهر أيضا في القادم والمتجه يعمل بشكل جيد. مناطق وسط المدينة جماعها تعمل بشكل جيد حتى الآن. محور النصر يعمل بشكل جيد، وإن كان إحنا عندنا تسرب مياه في المنطقة الخاصة بالنصر وعباس العقاد في تسرب مياه، تم إخطار مرفق المياه عشان يتم غلق مصدر المياه. هي ملهاش تأثير دلوقتي لكن ممكن بعد شوية يكون لها تأثير أو في تجميع مياه أكثر. إن شاء الله العمال يوصلوا ويتم غلق مصدر المياه قبل ما يكون في تجميع كبير يأثر على حركة المرور في المنطقة دي. عندنا أيضا محور مصطفى النحاس يعمل بشكل جيد حتى الآن في القادم والمتجه. محور الاستيراد يعمل بشكل جيد أيضا. مطالع ومنازل الدائرة لا زالت تعمل بشكل جيد حتى الآن. ما عندناش أعطال كبيرة، ما عندناش مصطدمات كبيرة على مستوى القاهرة نقدر من خلالها نحول مسارات أو ننصح باستبدال مسار بمسار آخر بالنسبة للقادم أو المتجه. أيضا عندنا بالنسبة لمحور صلاح سالم في المنطقة المحصورة ما بين أسفل كوبري الفنجاري وحتى مطلع كوبري المطار، ديت لا زالت تعمل حتى الآن بشكل جيد، الكثافة مش مؤثرة في هذا المكان حتى الآن. تمام. طيب سيادة العقيد، على ذكر محور مصطفى النحاس، في مشكلة اللي هي الحارة اللي في منتصف الطريق بتاعت أتوبيسات النقل العام دي، دايما سواء في أوقات الذروة أو في الأوقات العادية بتسبب اختناقات مرورية نتيجة للتقاطع بين الحارة اللي هي في المنتصف و العربيات العاديه اللي عايزه تعمل يوتيرن وتروح الاتجاه الاخر. هل في اليه او في حلول بتدرسها اداره مرور القاهره او الاداره العامه للمرور لحل هذه المشكله اللي دايما بتسبب في اختناق لهذا المحور المهم؟ بالظبط فندم، احنا قدمنا كنا مقترح وحاليا بيتم دراسته في محافظه القاهره، لان احنا الحركه المنتصف بيتم الغائها ويتم توسعه الطريق وعمل يوتيرنات حره في الشارع دوت بدل ما الحاره في المنتصف هستبدلها بالحاره اللي هي على جانب الطريق على جانب الطريق الخاصه بالاتوبيس او بالميكروباص في المنطقه ديت، واستبدال الحاره المنتصف بجزيره في النص مع عمل يوترنات صحيحه مروريا للدوران. طب ما هو بدل ما تحطوا فيها جزيره يا فندم ما توسعوا الطريق، يعني 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 تتاخد المساحه دي للطريق نفسه هتبقى افضل. الجزيره اللي هو رصيف في المنتصف بس رصيف رفيع يعني الاسمنت دي. بالظبط فندم. فهي دي مقترح احنا مقدمينه للمحافظه حتى الان بيتم دراسته. لكن في سبيل ان المنطقه دي فعلا التكدسات فيها رهيبه والكثافه فيها رهيبه جدا بسبب اليوترنات اللي هي موجوده على اللي هو المنطقه الفاصله اللي تمام منطقه المجرى الفاصل اللي فيه. طيب سؤال اخير يا فندم، اعمال الحفر واللي حاصله في شارع التسعين، هل في مدى زمني يعني هو هم مجددين انها تخلص قريب؟ هم مجددين التصريح بتاعهم لحد 28/3، لكن هو لسه احتمال يمدوا شهر كمان، لان طبعا هو ما بيحبش يفتح سيكشن في الطريق ويسيب التاني مغلق تحسبا لان حاجه تحصل، لكن في جزء كبير خلص. هم معاهم تصريح لحد 28/3، هنشوف بعد 28/3 يعني ممكن شهر كمان بعد 3، بس ان شاء الله يعني تبقى بنهايه الشهر. هي خلاص هو هانت ان شاء الله، وده هيكون نقله كبيره جدا لسكان التجمع. المسا دوت هيكون نقله كبيره جدا، لان حضرتك عارفه ان التجمع بدا يبقى زحمه. جدا جدا. بس يفضل انه ده ينتهي قبل رمضان، لانه رمضان دي بقى قبل رمضان ان شاء الله باذن الله وضع خاص. لا ان شاء الله قبل رمضان هيكون انتهى باذن الله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا سياده العقيد عماد حماد مدير اداره الاعلام بالاداره العامه لمرور القاهره. عقدت منظمة المرأة العربية بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة صالون ثقافي للاحتفال بنجاحات المرأة الثقافية في شتى المجالات، وده يأتي تزامنا مع احتفالات يوم العالمي للمرأة وشهر مارس عموما. يا شهاب هو صحيح. شهر المرأة بجدارة، اليوم العالمي للمرأة
اليوم العالمي للمرأة المصرية وعيد الأم. عيد الأم 11 مارس. كل طبعا يعني بنهني كل أم كل يوم، مش في شهر مارس بس، بنهني كل أم وكل مرأة مصرية وكل فتاة إن شاء الله، ونتمنى لكل السيدات والنساء والفتيات مزيد من التفوق والتقدم والنجاح إن شاء الله. المرأة الفلسطينية نجاحات وتحديات، شعار الصالون الثقافي الذي عقدته منظمة المرأة العربية بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين، والذي يأتي تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة. بحييها جدا على شجاعتها ومصابرتها واحتمالها، وإن شاء الله ما تيأس أبدا، والفرج هيجي قريب بإذن الله. المرأة النموذجية في الوطن العربي إلى حد بعيد، لأن المرأة الفلسطينية هي التي ربت أطفال الحجارة، هي التي هزمت الاحتلال الصهيوني بالإرادة. الصالون الثقافي شهد تكريم عددا من السيدات الفلسطينيات المناضلات، وذلك تقديرا لجهودهن وللنهوض بواقعهن. هو تكريمي على كما يقال لي تاريخي في خدمة القضية الفلسطينية، لأني أنا خدمتها كما قلت في الإذاعة، خدمتها في الهلال الأحمر الفلسطيني، كنت مؤسساته، خدمتها في الاتحاد المرأة الفلسطينية في مجالات متعددة. يعني أنا عملي دلوقتي كله تطوعي لخدمة القضية الفلسطينية وخدمة الأسرة والمرأة الفلسطينية. السفير جمال الشبكي سفير دولة فلسطين لدى مصر أكد أن المنتدى الثقافي يهدف للاحتفاء بجهود المرأة العربية المناضلة في كل مكان، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية النضال العربي الأول. يعني التكريم كان للمرأة الفلسطينية، والمرأة الفلسطينية هي ناضلت من أجل حقوقها كما كل النساء العربيات، ولكنها أيضا ناضلت سياسيا، وناضلت بالكفاح المسلح، وناضلت بالمظاهرة وباحتضان ابنها الشهيد وباحتضان وبزيارة زوجها السجين. المرأة الفلسطينية قدمت تضحيات، وأنا برأيي أنتم سمعتم إلى أنه حتى الآن هناك 7000 سجين فلسطيني، مئات من هؤلاء المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي هم نساء. المرأة الفلسطينية رغم كل المآسي إلا أنها حققت نجاحات مبهرة أثبتت جدارتها في كل المجالات، فهي أم الأسير وأطفال الحجارة وصانعة الأبطال. من مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، ولاء الحديني، النيل. ومن نجاحات المرأة أيضا أنها قدرت تخترق مجالات مش من المعتاد أنها تكون فيها، مثل قيادة الطائرات، خصوصا لما تكون طائرة إيرباص A380، طائرة الركاب الأكبر في العالم، اللي نجحت القبطان المصرية نيفين درويش نجاحا كبيرا في قيادتها، وذلك في رحلة من دبي لفيينا لتكون أول امرأة عربية تقود هذا النوع من الطائرات في العالم، وفقا لما أعلنه طيران الإمارات. من جانبها نشرت الصحيفة الرسمية لطيران الإمارات مقطع فيديو بيظهر إقلاع الطائرة تحت قيادة درويش أثناء التنسيق بينها وبين برج المراقبة بمشاركة مساعدتها الإماراتية عليا المهيري. وقالت نيفين درويش في قمرة القيادة إنها تشعر بالفخر كثيرا للقيام بذلك في الرحلة المتوجهة من الإمارات إلى فيينا. بعد مرور 6 أشهر على بدء دراستهم، نجح فريق بحثي من جامعة النيل الدولية بالتعاون مع جامعة نوتنغهام البريطانية في ابتكار طريقة لتحويل قشور الجمبري إلى مادة قابلة للتحلل واستخدامها في تصنيع أكياس البلاستيك للتغليف. هنشوف المزيد في هذا التقرير. في محاولة للحفاظ على البيئة فضلا عن توفير استهلاك الطاقة، يعمل فريق من الباحثين في جامعة النيل المصرية بالتعاون مع جامعة نوتنغهام البريطانية على ابتكار طريقة لتحويل قشور الجمبري التي تلقى كمخلفات إلى مادة رقيقة مرنة قابلة للتحلل تستخدم في صنع أكياس للتعبئة والتغليف.
وبعد مرور 6 أشهر على بدء دراستهم، نجح الفريق البحثي في صنع نموذج مبدئي رقيق وواضح باستخدام مادة الكايتوسان التي توجد في قشور كثير من القشريات. احنا في اول 6 شهور من المشروع دلوقتي عملنا جزء من النماذج ولسه بنكمل، بيبقى فيه زيارات متبادلة. الدكتورة اللي هي مسؤولة في نوتنغهام جات لنا اول بداية المشروع من 6 شهور، اتكلمنا وعملنا اتفاقيات مع وزارة الصناعة ومركز قومي للبحوث عشان نعمل بعض التجارب، وفي خلال 6 شهور تاني هي هتيجي تاني، وبعد كده الفريق البحثي بتاع جامعة النيل هيسافر لنوتنغهام. ويشتري الباحثون قشر الجمبري من المطاعم والمتاجر والصيادين، ويتم تنظيفها ومعالجتها كيميائية، ثم إذابتها وتحويلها إلى محلول يجفف، ثم يتحول إلى أغشية رقيقة من البلاستيك. وهي تقنية يقول الفريق البحثي إنه يمكن استخدامها في الإنتاج الصناعي على نطاق واسع. طبعا عندنا قشر الجمبري ده عبارة عن ويست، احنا ما بنستخدموش في مصر في حاجة، احنا بنرميه، فاحنا ممكن نستخدم المادة دي، فاحنا نعمل أكياس بلاستيك، أكياس كويسة برضو سهلة الاستخدام، تكون نظيفة آمنة للأكل أو بالنسبة للحاجة اللي نحط فيها، بالإضافة كمان إن هي كويسة للتربة، لما أنا أرميها هتبقى كويسة للتربة، لو في حيوان مثلا أكلها برضو هتبقى آمنة بالنسبة له. جامعة نوتنغهام ترى أن هذا المشروع البحثي مع توسيع نطاق استخداماته سيخدم الأجيال القادمة، حيث سيعزز صلاحية المواد الغذائية لفترات أطول وبكفاءة أعلى، كما سيوفر في استهلاك الطاقة، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي بشأن فاقد الغذاء في دول عديدة. بمناسبة ذكرى ميلاد الفنان الكبير والموسيقار العظيم محمد عبد الوهاب، قررت دار الأوبرا المصرية فتح المتحف الخاص بهذا الموسيقار مجانا للجمهور لمدة 10 أيام. أيضا أقام معهد الموسيقى العربية حفلة وهابيات تم تقديم فيها باقة من أفضل ما غنى ولحن محمد عبد الوهاب. احتفالا بذكرى رحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، أقام معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية وبقيادة المايسترو حازم الأصبجي ضمن سلسلة حفلات وهابيات والتي تقدمها الفرقة القومية للموسيقى العربية. بداية فكرة إنشاؤه سنة 1914، والافتتاح كان سنة 1923، والمعهد ده أول ما انتخرج منه الموسيقار محمد عبد الوهاب، واحنا بنحتفل بذكرى ميلاد الموسيقار محمد عبد الوهاب. حرصنا ان السنه دي عملنا ذكرى ميلاده من 4 مارس حتى 14 مارس يتخللها حفلات لجميع فرق الموسيقى العربيه، الفرقه القوميه للموسيقى العربيه النهارده بتقدم وهابيات، فرقه التراث للموسيقى العربيه بتقدم كل ما يخص من الحان محمد عبد الوهاب، والفرقه وكلثوميات برضو الحان محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب ما اعتقدش في مطرب او مطربه من الكبار الا ملحن لمحمد عبد الوهاب. كتير جدا من المؤلفين غنى لهم محمد عبد، يمكن اكثرهم حسين السيد. فالنهارده في الحفله النهارده رائعه، دي تاني مره خلال هذا الاسبوع وهابيات كل عدد من اعمال الموسيقار محمد عبد الوهاب. حضر الحفل عشاق الطرب الأصيل الذين جاءوا للاستمتاع بأفضل ما غنى عبد الوهاب، حيث تضمن برنامج الحفلة باقة من أروع ألحان موسيقار الأجيال، ومنهم يا مسافر وحدك وكل ده كان ليه وحب الوطن فرض عليا وانت عمري وقلبي بيقول لي كلام وغيرهم من الأغاني. حفل رائع، تم اختيار أغانيه بشكل جميل. يمكن إبراهيم الحفناوي مطرب معروف في الأوبرا أبدع النهاردة كما لم يبدع من قبل، واعتقد ان زي ما حضرتك اختيار الاغاني كانت مناسبه جدا، واحنا بنحتفل بذكرى عبد، واحنا اصلا بنبقى متشوقين جدا ان احنا نشوف وهابيات وكلثوميات في المعهد العالي. قول لي عمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناسيه، قول لي عمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناسيه، وانت الغالي عليه، غالي عليه، قولي. جدير بالذكر أن احتفالات الأوبرا بذكرى ميلاد عبد الوهاب بدأت بفتح متحفي موسيقار الأجيال والآلات الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية مجانا للجمهور ولمدة 10 أيام.
استضاف مسرح الجمهورية أيضا التابع لدار الأوبرا المصرية حفل أحيته فرقة التراث الثقافي والموسيقي، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور المصري والعربي. الحفل هذا تضمن باقة من أفضل أغاني الطرب الأصيل، هنشوف المزيد في التقرير. على أنغام الطرب الأصيل احتفل مسرح الجمهورية بليلة لأحياء التراث الثقافي قدمتها فرقة الموسيقى العربية للتراث، قدمت من خلالها باقة مختارة من أجمل أعمال الطرب العربي لكبار الملحنين. فرقة بتقدم الموسيقى العربية، الموشحات والأدوار والتقطيع، بنركز على الجمعيات والفرديات طبعا، بس الجمعيات أكتر لأن دي طبعا هي أساس الغناء يعني. حضر الحفل عدد كبير من محبي الطرب الأصيل والتراث الثقافي، مصريون وأجانب جاءوا للاستماع بالأصوات الجميلة على خشبة مسرح الجمهورية. حفلة جميلة، والمطربين يعني الفرقة كلها كويسة جدا، والمطربين ملتزمين بالأداء يعني، بس هو طبعا الجمهور عليه عامل، زي الماتش اللي بتلعب من غير جمهور ما بيبقاش الفرقة عندها يعني باور، فطبعا لما يكون في جمهور كتير بيبقى الفرقة متحمسة والمطرب متحمس. فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية، وقدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى عام 2004، وتوالى بعدها نشاطها الفني في الاحتفالات الدينية والجولات الفنية التي تقدمها دار الأوبرا بمختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة. امتى الزمان يسمح يا جميل، امتى الزمان يسمح يا جميل، واسهر معاك على شط النيل. يواصل مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية فعالياته لليوم الثاني على التوالي بحضور الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك وعدد من الفنانين والمخرجين والكتاب. بيستمر المهرجان حتى 11 من الشهر الجاري، حيث يشارك في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة 11 فيلم من 14 دولة و17 فيلم قصير من 19 دولة. هنشوف المزيد في هذا التقرير. تبدأ فعاليات اليوم الثاني لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية بندوة للفنانة نبيلة عبيد التي كرمت في هذا المهرجان بعرض فيلمين لها. فعملية سعادة كبيرة قوي، إن لسه بتقدر، إن لسه الناس بتحبني، إن لسه التاريخ اللي عملته أو المجهود اللي عملته أو كده رد فعله إن أنا بتكرم وإن أنا عند حسن ظن الناس. وتم تنظيم رحلة بحرية جمعت الفنانين والإعلاميين المشاركين في هذا المهرجان للاستجمام ودعم السياحة وتبادل الأحاديث حول أهمية المهرجان. طبعا المهرجان مهم جدا، بيدي رسالة إلى المصريين أيضا وإلى الدول العربية وإلى الدول الأوروبية إن إحنا بنحتضن جميع أنواع الفنون على أرضنا، بنحتضن الفنانين وبنحتضن المخرجين والمصورين وكل دول علشان نكرمهم من الأرض هنا كرسالة إلى العالم إن مصر بلد الثقافة، وما ننساش إن مصر كانت هوليود الشرق الأوسط. السينما ثقافة واسعة بتجمع بين الشعوب، فرصة ان احنا نلتقي مع كل الثقافات من العالم العربي ومن كل اوروبا في هذا المهرجان. هنشوف افلام لن تتاح لينا الفرصة نشوفها الا من خلال المهرجانات. احنا في مصر بنشوف يدوب الفيلم المصري والفيلم الامريكي، لكن لما نشوف افلام من كل المنطقة العربية ومن كل دول اوروبا، دي ثقافات واسعة وكبيرة ولازم ننفتح على العالم كله. فرصة الحقيقة، وفي نفس الوقت في تنشيط للسياحة. تاج العين واسنادي فينا غالية علينا.
قدمت السينما كثيرا من الحقائق السياسية والاجتماعية أكثر مما جاء به كثير من السياسيين المحترفين والدعاة والوعاظ مجتمعين. فهل تحافظ السينما المصرية الآن على هذا الدور الحيوي الذي هو مرآة المجتمع؟ من مقر انعقاد المهرجان بمدينة شرم الشيخ، جورج رشاد، قناة النيل للأخبار. ونروح لمهرجان ممتع جدا وفريد من نوعه، يمكن أول مرة يقام في مصر، مهرجان عرايس الماريونيت اللي بيشارك فيه 37 عارض من 20 دولة، ودورته بتستمر حتى 30 الشهر الجاري، يعني لغاية آخر الشهر. في فرصة لكل اللي يحب يروح يلقي نظر على المهرجان. طبعا العروض اليومية للمهرجان تبث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت للي مش قادر يروح يحضرها لايف أو بشكل حي. الفنان محمد فوزي صاحب فكرة تقديم وتنظيم المهرجان قال إن فعالياتي ستشهد إقامة 7 ورش لفنون العرائس، منها 3 ورش لذوي الاحتياجات الخاصة. نرجع لأصداء زيارة الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث لمصر، واللي كانت طبعا ليها ردود فعل عالمية كبيرة. نشر الممثل على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورتين في منطقة أهرامات الجيزة الأثرية، وطبعا حصدت يعني كم كبير جدا من المشاركة. وظهر سميث اللي ترشح لخمس جوائز جولدن جلوب وجائزتي أوسكار وفاز بأربع جوائز جريمي في إحدى الصور وهو يقبل تمثال أبو الهول، وطبعا دي صورة شهيرة بيعملها ناس كتير جدا يعني، فكان لطيف إن هو شايفينها معانا دلوقتي يعملها هو كمان. وبالإضافة لكده اتخذ صورة سيلفي لنفسه هو تصدرها وفي ظهره الأهرامات وأبو الهول، وكتب على يعني هاتين الصورتين تعليق: غادرت القاهرة الجيزة للتو، روعة، شكرا لمصر الحبيبة، سوف أعود. طبعا دوت بيعتبر يعني إعلان مهم للسياحة المصرية وبيروج له في أوساط ملايين من محبي ومتابعي سميث عبر الفيسبوك، عبر صفحته على الفيسبوك. الصور حصدت حوالي مئات الآلاف من الإعجابات في دقائق معدودة أول ما سميث نزل الصورتين، وانهالت عليها التعليقات المعجبة إلى حد الجنون بمصر وبالآثار الخالدة وشعبها الودود. نروح لخبر آخر. فلم تمر الكثير على واقعة عارضة الأزياء الروسية اللي التقطت لنفسها سيلفي خطر جدا في أعلى الأبراج في دبي إلا ظهر شخص آخر يقوم بتسلق أحد الأبراج الشاهقة أيضا في دبي بهدف التقاط أخطر سيلفي ونشره على حسابه الرسمي على فيسبوك. دفع هذا الشاب الشرطة في دبي إلى أن تجعله يوقع على قرار بعدم تكرار تلك المحاولة التي قد تودي بحياته. يذكر أن شرطة دبي قد حذرت أكثر من مرة في بيان بعد التقاط السيلفي فوق الارتفاعات خاصة فوق ناطحات السحاب. هما مش هيرتاحوا غير لما حد يقع في الآخر، فالناس تبطل تطلع. شايفينها معانا؟ أنا مش قادرة أبص أصلا. And relax. Oh, look at that. I would love to. أخيرا نرشح لحضراتكم عدد من الفعاليات الفنية اللي ممكن تروحوها النهاردة. الفنان الشاب محمد سعيد بيقيم حفل غنائي على خشبة مسرح الحكمة بساقية الصاوي في تمام 7:30 مساء اليوم. وسينا في البعد أطول منه بالعزاء، أي والله أي والله وحشونا الحبايب وعيون الحبايب. أيضا من الحفلات اللي موجودة معنا النهاردة وممكن تروحوها بتحيي الفنانة مريم المملوك الساعة 8 بالليل حفل موسيقى حجرة على المسرح الصغير في دار الأوبرا المصري. وفي احتفالية أيضا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات في تمام 8 مساء.
كانت مجموعة من الأخبار والتقارير حاولنا نغطي بيها كل التفاصيل وكل الأحداث. لسه مكملين معاكم فقرات هذا الصباح لحد الساعة 10 الصبح. دلوقتي هنتوقف مع موجز لأهم وآخر الأنباء. بعد الموجز هنبتدي أولى حواراتنا في هذا الصباح النهارده.